والإمام المجدد محمد عبده رحمه الله تعالى هو صاحب الكلمة العظيمة التي قال فيها: نحن لا نتبع الرجال على أسمائهم. لأن هذا الإمام أبو حنيفة وهذا الإمام الشافعي على العين والرأس أئمة، ونحن صغار، وما نحن بالقياس إليهم إلا كبقل في أصول نخل طوال. حسن، ولكن في نهاية المطاف ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء. من بلغ فينا درجة أن يحكم على بعض قولهم فله ذلك، ويطالب بالدليل، أليس كذلك؟ ويطالب بالدليل، لا يرد عليه قوله لمجرد أنه ما هو بعد من هو بالقياس إلى أمثال أبي حنيفة والشافعي مثلا. هذا خطأ في الفكر الإسلامي، هذا في الروح القرآنية خطأ، كل يؤخذ منه ويرد، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رضوان الله عليه: إلا صاحب هذا القبر، وأشار إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم.